الحصول على المال من المسابقات أو لا نصيب وما شغبه تزيد، ما حكم الحصول؟ جزاكم الله. ضروري الجواب في رمضان أن لا نصيب نوع من القمح، وهذا لا كله نوع من القمح. نحيد قبل من بأنني مزحت مع أصحابي فدار بنا المزاح إلى أن قمت أنا فعقدت له بابنتي، وقام هو في نفس الوقت فعقد لي بابنته، وكلا قبل من الآخر مع العلم أن البنات غير موافقات لأنهن لم يعرفن عن هذا إلا بعد العقد. فالآن نحن في قلق يا سيادة القاضي، ما نعرف هل أنه مزاح وعقد المزاح لا يجوز أم أنه يعتبر عقد زواج، أفيدونا مأجوري؟ هذا ويشتي جوابت به يظهر منه أنه يريد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث جدهن جد وهدلهن جد، النكاح والطلاق والعتاب. فمن بيمزح وقال للعبد أنت حر حالا يعتد، ومن مزح وقال لزوجته أنت طالق طلقت، قال لقد افحص وامزح خلاص. ومن عقد من باب المزاح ثبت العقد، إلا أن العقد هذا عقد متوقف على رضا البنتين، فإذا البنتين قال هنا رافضة، قالت بنت هذا بنت زيد أنا رافض، وقالت بنت عمرو وأنا رافض، فالعقد باطل لأن شرط عقد النكاح، لا شروط عقد النكاح الرضا قبل العقد أو الإجازة التالة على الرضا بعد العقد. فإذا قالت أنا غير راضية فالعقد باطل، هذا العقد باطل.